بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. دي غسالة 9 كيلو بالبخار ال جي فيها. بص حضرتك، في عندي فلتر نظام تشغيل. الفلتر الاول في عندي فايز، ده بجيب اي طبق ولا حاجه وافضي الميه اللي في الغساله عن طريق الفايز ده. تمام، اما افضي الميه عن طريق الفايز وتخلص، واقوم جاي مركب الفايز عليه في مكانه، واقوم جاي عند الفلتر وافكه، افكه شمال. اي دبوس، اي زغبار، اي تسخات رواسب ولا حاجه بنضفها، اي شوائب في المنطقه دي بنضفها، واركب الفلتر كويس. لازم يبقى سهل معايا وانا بركبه. لو لقيته سهل اركب بقى عادي، لقيته صعب افكه واركب من جديد، لقيته بيسرب ميه افكه وارجع اركبه تاني. ماشي، واقفل الباب بتاعي. تمام. في عندي هنا درج المسحوق، بحط هنا 3/4 كمية المسحوق، وبحط هنا ربع كمية المسحوق، وبحط هنا الإضافات دوني، معطر، ملين، مرطب، أي إضافات أيا كان. الـ3/4 الربع الإضافات لازم يكون مسحوق أوتوماتيك، ما ينفعش مسحوق عادي، لأن المسحوق العادي بيحرق الموتور. لو جيت أسحب الدرج ده كده مش هيتسحب معايا، لازم أضغط علامة البوش دي كده. أي اتساخات، أي رواسب ولا حاجة بنضفها، ومن جوه برضه نفس القصة، وأركب الدرج زي ما أنتم شايفين كده. تمام. بالنسبة لنظام التشغيل، ده مفتاح الطاقه اللي هو الباور، مجرد ضغطت عليه كده قادر الغساله. لو ضغطت ستارت اوكي تاكيد تشغيل هيجي على برنامج القطن اللي هو الرئيسي بتاع الغساله. هتبدا تسحب ميه وتخسر وتشطف وتجفف وتصرف، تعمل كل حاجه لوحدها. درجه حراره 40 درجه عادي، اللفات 1400 لفه، هي بتظبط نفسها بنفسها. لو انا عايز برنامج تاني غير القطن اجيبه ازاي؟ الغساله مطفيه بايد الغساله، ما اروحش بقى عند ستارت اللي هو تاكيد التشغيل، بقلب من البكر تك يمين او شمال جاي القطن تاني كده. عند القطن اللارج او القطن الملون او القطن الموفر او القطن الاقتصادي اللي فيه الياف صناعيه، هو بيظبط درجه حرارته وعاد لفاته. بعد كده عندي الميكس اللي هو الخليط، جنسيات على اقطان وهكذا. الايزي كير اللي هو السهل بتاع الاطفال، اللي هي الملابس البسيطه بتاعه الاطفال. ستيم كوتون، غسيل الملابس القطنيه بالبخار. الارج كير اللي هو عنايه ضد الحساسيه، الملابس المتصله بجلد الاطفال مباشره. بيبي ستيم كير، غسيل ملابس الاطفال بالبخار. رنس وسبن اللي هو الشطف والعصر، لو انا غسل بره رنس وسبن اللي هو الشطف والعصر، رنس وسبن اللي هو الشطف والعصر، لو انا غسل بره وعايز استخدم الغساله شطف وعصر فقط هستخدم رنس وسبن. الكويك اللي هو السريع، تيشرتات، ملابس رياضيه، الحاجات البسيطه او الحاجات اللي مش متسخه او نسبه عرق ولا حاجه. انتنسف اللي هو الكثيف اللي هو بتاع الجنسيات. الول اللي هو الاصواف، ديليكيت، حرير، ستان، ستاير، اي حاجه ذات ملمس نعم. لما اجي الاحظ عند الديليكيت جايب درجه حراره عند 20، هو ما خدش درجه حراره عاليه. ليه؟ لان الحرير اصلا ما يتحملش درجه حراره عاليه. بالتالي الول نفس القصه اللي هو الصوف وجايب لاخره 40، لو انا جيت ازود درجه حراره مش هيقبل. ليه؟ لان الاصواف اصلا بتطلع حراره منها في نفسها، فعشان كده لو انا زودت درجه حراره عاليه دي تبوظ لي الصوف لو انا اشتغلت على برنامج تاني. فهو افضل حاجه ان انا اشتغل الصوف على البرنامج بتاعي. والديليكيت نفس القصه، لازم برضه يشتغل على البرنامج بتاعه عشان ما بيقبلش درجه حراره عاليه. وعاد اللفات بتاعته برضه تبقى بسيطه، يعني جالي هنا 800 لفه، القطن بيجي لي 1400 لفه. السبورت وير اللي هي ملابس الرياضيه، وبعد كده القطن. اي برنامج في الدنيا فيه ووش ورنس وسبن، غسيل وشطف وعصر، الا طبعا الجزئين، الا الجزئين اللي هو الرنس والسبن بس. لو انا عايز اوبشن زياده فوق البرنامج، زي في عندي حاجه اسمها ميديك رنس اللي هو الشطف الصحي او الشطف الطبي او شطف اضافي غير الشطف بتاع الغساله الاصلي، لو انا عايزه بختاره. بس الشطف ده بيشتغل زي نظام تعقيم كده، بيشتغل في السخان بتاع الغسالة. البري ووش اللي هو الغسله المبدئيه او غسله اوليه او زي نظام نقع كده. الانتنسيف اللي هو الكثيف اللي هو الشغل الشديد، لو انا عايزه كاضافه مع برنامج القطن بختاره كاضافه. الكريس كير اللي هو بدون كرمشه او منع التجاعيد، الهدوم بتطلع مكرمشه، بتطلع مفروده شويه بس مش مكويه. لو انا عايز الاربعه بختارهم، عاوز واحده، عاوز اتنين، زي ما انتوا عايزين. تمام. باور، واشغل مثلا وليكن الغساله الساعه 10 بالليل، وليكن الدور مثلا هيبقى ساعه، يعني معنى كده هتخلص الساعه 11 بالليل. هتفضل الغساله من اول الساعه 11 بالليل لحد تاني يوم الصبح الساعه 7 او الساعه 8 الصبح. هنيجي نخرج الملابس بالذات في الصيف، هتلاقي ملابس ريحتها مش كويسه، تبقى مكمكمه بمعنى اصح. طيب انا عايز اعمل حاجه تفاديني من النقطه دي. في عندي حاجه اسمها التايم ديلي او الديلي ستارت اللي هو تاجيل التشغيل. تقريبا كده لما نيجي ننام مثلا، وليكن هننام مثلا 8 ساعات، هقوم قايل باور واقوم واخد البرنامج بتاعي واجي عند التايم ديلي اقول لها يا غساله احنا هننام. اول حاجه بتبدا بها 3 ساعات، 4 ساعات، 5 ساعات،
ست ساعات، سبع ساعات، ثمان ساعات، تمام؟ لو ضغطت ستارت الغساله مش هتشتغل الا قبل الثمان ساعات بوقتها، يعني لو وقتها ساعتين هي الساعه السادسه هتشتغل، الساعه الثامنه بنفتح عينا من النوم هنلاقيها مخلصه معانا، احنا مخلصين النوم هي مخلصه غسيل، خرج الملابس لقاها فريشه مفيش اي مشكله. لو انا في سفر، لو انا في عمل ومظبط الميعاد بتاعي على الثمان ساعات، بفتح الباب هلاقي غساله الدنيا ايه دي موسيقى ان هي بتاعتها، هخرج الملابس لقاها فريش. ده اللي هي التايم ديلي. بالنسبة للملابس لما نيجي نحطها في الغسالة، عندي الكاوتشة ديت تحت الكاوتشة بخمسة سنت أو ستة سنت بمستوى الغسالة لحد جوه، من فوق فاضي ونحط من تحت زي ما احنا عايزين، نقل ما نزيدش. أو في عندي حاجة تانية، في كسرة عندي في البابا اهيت، بحيث الكسرة دي بمستوى الغسالة لحد جوه، من فوق فاضي ونحط من تحت زي ما احنا عايزين، ده كله طرق وقاية، أقل ما زيدش. البطانية الكبيرة ممنوع، لحاف الفايبر الكبير برضو ممنوع، بيحمينا الغسالة. ممكن أحط البطانية الصغيرة بتاعة الأطفال أو لحاف الفايبر بتاع الأطفال. الكوفرتيات أو الدفايات كبير صغير مفيش مشكلة، بس ما أحطش دفايتين اتنين كبار مع بعض، ما أحطش برضو اتنين كوفرتا كبار مع بعض، كوفرتاية واحدة كبيرة أو دفاية واحدة كبيرة. ممكن أحط دفايتين صغيرين بتوع الأطفال أو اتنين كوفرتا بتوع الأطفال، أو دفاية كبيرة ومعاها دفاية صغيرة، أو كوفرتا كبيرة بس ما ينفعش أحط معاها كوفرتا صغيرة. لكن الدفايه اللي ممكن، لان الكوفرتا تبقى تقيله شويه، لكن الدفايه اللي عادي ممكن احط دفايه كبيره ومعاها دفايه صغيره. ده بالنسبه للهدوم. انا شغلت باور وضغطت ستارت ومش عايز الاطفال تلعب في الغساله، هقوم متك على الاثنين دهم مع بعض اللي هو الميدي كرينس والبري ووش، حتى في علامه القفل اهيت، هتك عليهم لمده 3 4 ثواني هيديني السي ال اللي هو كلوز، كل الغسالات قفلت. لو الطفل رحم من اي حاجه مستحيل انه يقدر يعمل اي حاجه في الغساله، الا حاجه واحده بس اللي يقدر يعملها، انه يقوم طاف الغساله. هو الطفل في الغساله مش هيسكت لان هو لقى موسيقى فكر انها لعبه، فهيقعد يلعب هيقيدها، بس هيجي يشغلها مش هيعرف. احنا نفسنا هنيجي نشغلها مش هنعرف. عشان نشغلها تاني نعمل ايه؟ بنفس الطريقه هقوم متك على الميدي كرينس والبريوش لمده 3 4 ثواني، هنلغي السي ال اللي هو كروز، هنلاقي حتى في صوت موسيقى كده، ابدا كده اقلب البرامج كده اقلبها عادي مفيش اي مشكله بالنسبه لي. نتكلم عادي ولا في تعمل طريقه ايه؟ كويسه تانية للشرح، انني الغساله هي هنعتبر الغساله دي زي التليفون بس تليفون كبير شويه، ماشي؟ عشان تبقى سهله بالنسبه لنا يعني واحنا بنشغل التليفون من هنا، تمام؟ بعتبر ان حوالين البكره ده هو اللي هي البرامج ده، بعتبرها هي اسماء قرايبنا واصحابنا، باخد الاسم اللي انا عايزه وادي اوكي واتصل بمعنى اصح. عايز اتحكم في الاسم يعني درجه حرارته مثلا، انا خدت مثلا ايه الاسم اللي هو القطن مثلا، عايز اتحكم في درجه الحراره بتاعته، بقوم جاي عند التمبريتشر اهيت، هي جايبه درجه حراره 40، اقوم جاي مثلا 60، عايزها 95 اجيبها 95، عايزها كولد بارد خالص اجيبها كولد، عايزها 20 30 زي ما انتوا عايزين. في عند السبين اللي هو الدوران، عايز اتحكم في عدد لفاته، هقوم جاي عند السبين واقوم متك عليها تكه. اول ما اتكيت اول تكه مدينا حاجه اسمها رينس هولد، يعني ايقاف الشطف، الغساله هتغسل وتيجي عند الشطف تعمل توقف مؤقت، مجرد ان انا ضغطت ستارت تبدا الغساله تكمل البناء بتاعها عادي. نادرا لما حد بيستخدم النقطه دي، محدش بيحب ان الغساله تغسل وتيجي عند الشطف وتقف، الكل عايز غساله تغسل وتشطف وتجفف وانطل تطلع تنشر كمان هتطلع تنشر، فمحدش هيستخدم دي اصلا. في عنده نص بين اللي هو بدون عصر، غساله هتغسل وتشطف تطر الميه في خلال دقيقه، لكن 13 دقيقه ولا 14 دقيقه اللي هم بتوع التجفيف مش هتعملهم. بعض الناس يقول لك انا عايز اعمل القزعه عايز اطلع الهدوم تطلع مبلوله بتنقط ميه، زي الجماعه بتوع زمان ست البيت بتاعت زمان كانت تجيب الغسيل يطلع مبلول بينقط ميه يقوم فردها على ايديها، يبدا ايه يقول لك عشان ما يجعدش عشان ما يطلعش مكرمش. في عند 400 لفه اقل حاجه في التجفيف، نحس الهدوم ناديه جدا ولكن ما بتنقطش ميه. 800 لفه اعلى شويه في التجفيف، 1000 لفة أعلى منها، 1400 اللي هو أعلى حاجة خالص، تمام؟ وديها أوكي. طالما اديت أوكي الغسالة بقى تبدأ تسحب ميتها وتغسل وتشطف وتوزن الهدوم اللي في قلبها وتعمل كل حاجة لوحدها، الموضوع سهل جدا. لو حد عايز يريح دماغه ومش هيعرف الدنيا دي كلها، هنقوم عاملين حركة تانية، باور وستارت ومالش علاقة بالغسالة. ده بالنسبة حتى للجماعة الكبار في السن اللي هم أصلا مش عارفوا مثلا يقروا كلام من ده، فبنقول لهم اتكوا على أول زرار ونتكة على آخر زرار، وهي غسالة تعمل كل حاجة لوحدها على البرنامج اللي هو العمود الفقري بتاع الغسالة اللي هو القطن الرئيسي اللي هو بينظف كويس جدا. لو احنا عايزين نعمل كده نعمل، لو احنا عايزين نمشي مع الشرح بنمشي مع الشرح. بالنسبة لدورة الخل بتاع الغسالة، دورة الصيانة بتاعة الغسالة، بنعمل ايه؟ بقية الغسالة بتاعتنا وبنيجي عند الانتنسيف وكريس كير، الاثنين مع بعض كده ليه علامة النجمة، واتك عليهم الاثنين مع بعض كده لمدة 3 4 ثواني هيديني اف مقلوبة اهيت وعاملة حاجة زي السي ال، واقوم ضغط ستارت.
الغسالة كده هتبدأ تسحب ميتها وتغسل